كاو كيقول لك هذا الجيل الجديد معوج، انا وانت اللي عوجناه، لانه احنا يعني من قبل الجيل السابق والذي بعده كان كيعرف شي حاجه سميتها عيب، وكان كيعرف بانه المنكر سميته منكر والمعروف معروف، فإلا بغى يتصرف واحد التصرف قبيح كيضرق على والديه، ماشي ما غاديش يغلط، غادي يغلط، وما خلق الله بنادم غير باش يغلط، ولكن ملي كيغلط كيعرف راسو غلط، وملي كيبغي يرتكب الفاحشه او بعض الاخلاق المشينه كيمشي يضرق. اما لما الابناء يجاهرون بالمعصيه وقدام والديهم فمعنى ذلك اذن انك تقر ابناءك على خلع ستر الحياء. انت كتشوف الابناء ديالك انحلت الاخلاق ديالهم ومهني مع راسك، اذن الذوق ديالك الديني مشى، فقد تاثرت انت ايضا بثقافه اليهود والنصارى. وفعلا الوضع ديال الاسره المسلمه في اوروبا وضع خطير، لان اول شيء كيتهرس لها في الدماغ معاني ديال الحياة. اول حاجه كتهرس في الدماغ ديال الاسره المسلمه في اوروبا المعاني ديال الحياة والقيم ديال الاخلاق، لان ماشي سهل. الثقافه ديال المجتمع كتكون مغوله وكتصب على الاسره اللي هي اقليه وضعيفه، كتصب عليها من كل مكان، من أجهزة الإعلام، من برامج التربية، من الشارع، من المجتمع، من الحانوت، من كل الجهات. كتبقى جهة واحدة هي ديالك أنت، ديالك مفتوحة، أنت ما حاضي جهتك، والجهات كلها تحارب الثقافة ديالك وديال الوالدين ديالك، فيدمرون الحياة في الأبناء والبنات. مع الأسف لما كتفقد الستر ديال الحياة صعب جدا أنك ترجعه، صعب، لأن الباب اللي تهرس ما هي يوم ما باش تردوا الى اصله كيدخل منه البلاء كله. ولذلك راه كيبقى المؤمن والاسره المسلمه بخير ما دام ان قيم الحياء والاخلاق مستمره فيها. واخا يغلطوا، واخا يغلطوا على الاجيال اللي كانت ما كانوش كيغلطوا، معروف الفضائع والمنكرات كانت موجوده في المجتمع، ماشي عاد دابا كتكون، ولكن كان الناس يتسترون بالمنكر، اللي بغى يدير شي فضيحه كيمشي يستر راسه، وهذه ايجابيه ومهمه. لكن حينما يتبجح الناس بالمنكر ويعلنون به في الطرقات والشوارع، معنى ذلك انهم ما بقاوش كيامنوا به. هالمشكل فين كاين؟ ما بقاوش كيامنوا بان هذا سميته منكر، ولا سميته موضه، ولا سميته حضاره، ولا سميته تقدم. هذا خطر، دمر الثقافه اذا الدينيه في ذهن الانسان، وصعاب واحد الشكل كبير ترجعوا للاصول ديالو. ولهذا الاب ما غادي يخسر والو لما يبدا يعلم الطفل ديالو من البدايه بان هذه ولدي، هذه ولدي عيب ما كنديروهاش، هذه بنتي عيب ما كنقولوهاش. ولكن الاب منسحب، منسحب انسحاب كلي، غايب غياب تام من الاسره ديالو، اذا ما كانش هو كيشجع ديك الخروقات وكيمارسها هو على مرعاه ومسمع من ابنائه وبناته. اذا انتهى. ماذا ترجع بعد ذلك؟ وماذا ترجو بعد ذلك من الخير لمثل هذه الأسرة؟ هات ثلاثة العناصر أيها المؤمن، الأسرة المسلمة في المغرب وخارج المغرب، إنما طبعا للبراء عندهم مشكل أكبر، العربية، القرآن الكريم، أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام على رأسها الحياة. هات ثلاثة الأصول ما يفرطش فيهم بنادم ولو يكون اش يكون. فوجب إذن أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا، لأن لما كتحافظ على الحياة راك حافظت على الدين كامل كامل، لما تحافظ على القرآن راك ضمنت له المصدر باش يعبد الله ولو كان فاسقا، واخا يكون فاسق يشرب الخمر ويزني ويفعل المنكرات كلها، ولكن كيعرف يقرأ القرآن بإذن الله نهار يقدر الله يرجع كيلقى الرجوع سهل وعنده الإمكان. والقرآن ماشي سهل، فايت قاري القرآن وعنده علاقة به راه القرآن بحال مطرقة نار ويدق له في الدماغ. فإذا كان يشرب الخمر أو يزني في القرار ديال القلب ديالو راه ما راضيش على نفسه، وهذه ظاهرة جيدة. أما ما كيعرفش القرآن ما كيعرفوش، ما كيعرفش الله، لأن القرآن هو كتاب الله وكلام الله، كيفاش بغيتو يرجع؟ واللغة هي القناة، هي داك الدواز ديال الخير وديال الشر. لما كتضمن له الحد الكافي من العربية الفصحى، الحد الكافي باش يقرأ القرآن، وتضمن له اللغه ديالو البلديه الشعبيه اللي هي العاميه ديالو، فالواجب ديالك راك درتو ديك الساعه، الواجب ديالك كاب وكام راك درتو، لكن انت ما بدلتش اي مجهود باش تنقدوا من الغرق في اللغات الاخرى، وما بدلتش اي مجهود باش تعلموا واخا غير سوره الفاتحه، وما بدلت اي مجهود باش تقول له هذه
أولدي هذه عيب وهذه مزيانة، لم تبذل مجهودا في ذلك كله، فعليك الوزر في كل جريمة اقترفها ابنك أو في كل فساد جرته ابنتك. عندك حقك بالمئة في المئة، ماشي بخمسين في المئة، بالمئة في المئة. سأل الله العافية لنا ولكم. نعود إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد قبل: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه، وسند الفعل لفاعل الأبوين، يعني الأبوان هما الفاعل، فأبواه هو الفاعل اللي غادي يفعل هذه الفعلة ديال تحريف وتفسيق الأبناء عن جادة الصواب. ولذلك أقول بالنسبة للآباء واجب في المرحلة ديال الطفولة الأولى بشكل خاص، يعني المرحلة ديال الروض قبل ما يدير 6 سنين، والمرحلة ديال التعليم الابتدائي. هذه المرحلة راه حاسمة في شخصية الإنسان، شحال واحد كيستهان بها وكتجيه يعني زايد ناقص، خطيرة خطيرة جدا، بل هي أخطر المراحل على الإطلاق، ومعروف في النفس وفي علم النفس.